وفاء شرف بإطلاق صراحة بعد سنتين من التأسيس الذي يبرز في البداية موقع المرأة في غار وصمود خدمة الاستقرار وقهر سائد ببلادنا. نفتخر في المسجد المحرم بتواجد برماءة مناضلة صامدة من قيمة وفاء شرف. ثم كذلك اعتقاد وفاء شرف كيبرز الطبيعة القمعية والخزانية للنظام ديالنا الثابت واللي ما كيتغيرش مع الشعارات الزائفة اللي تظهر في كل المناسبات. وهذا الواقع كذلك كيفرض علينا مواصلة النظام والصمود حتى تغيير النظام الخزاني الحالي والقمعي في المستقبل اننا كلنا مجتمع في افق ذاك الشيء اللي كان نطمحوا ليه وهو اشتراكي. لم نطيل عليكم كذلك ما نطولش على رفقه وفاء لانها متعبه مره اخرى تحيي رفقه وفاء من خلالها جميع النساء المغربيات وكذلك نحيي نجم ديمقراطي والشعب المغربي. عاشت المرأة المغربية وعاشت الشعب المغربي.